سلام بنات، مرحبا بكم في قناة جرام جزائر. اليوم راح نحكي لكم على تجربتي مع الولادة. قلت لكم من قبل تجربتي مع الحمل ونصائح اللي عطيتهم لكم، وهذه المرة راح نحكوا على نهار الولادة. قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، حطوا لايك لهذا الفيديو، تابعوني في الانستغرام. اذا حبسنا هذيك المرة في ليلة الولادة، يعني انا قلت لكم رحت لها باخر، رحت للطبيبة في اخر فحص، قالت لي الحالة راهي متدهورة، يعني بعد ما كانت كلش مليح قالت لي السائل شف كامل والبيبي طلعت ودارت وما راحيش في بلاصتها في مكانها. قالت لي لازم نولدوك ولادة قيصرية، وانا بديت نبكي لاني كنت نستنى ولادة طبيعية، وقلت لكم اني تعبت بزاف وانا نمشي والرجيم الى اخره. من بعد قالت لي نديروا نهار الاربعاء ان شاء الله الولادة القيصرية، وانا كنا بالاثنين. قالت لي لكن في هاد الفترة اللي من اثنين لثلاثة الاربعاء، قالت لي دشتيها ما تحركتش كامل، قالت لي خطيها اذا زدت ما تحركتش كامل روحي تجري للعياده وعيطي لي. من بعد انا هذاك اثنين كنت كي وليت للدار على الزوج تاع الصباح ما تحركتش، يعني من 12 للوحده ونص تاع الليل ما حبش تتحرك، انا نخبط فيها ولا ما حبش تتحرك. من بعد رحت انا وراجلي كان شتا هذاك النهار، ورحنا في الليل نتجرى ولد لاكلينيك، كنت خايفه بزاف. من بعد ولادك التخطيط وشافوا لقاو بلي راهي مليحه، يعني تخطيط قلبها كان متوسط، يعني كان شويه ضعيف، لكن قالوا لي تقضي تسناي حتى نهار الاربعاء. من بعد نهار ليله الاربعاء يعني ثلاثه في الليل مرقتش هذيك الليله، يعني كنت متوتره شويه مرقتش، لكن ما كنتش خايفه، يعني حياتي كامل ملي كنت صغيره وانا خايفه من الولاده، وطول 9 شهور وانا خايفه من الولاده القيصريه، لكن نهار الحق الوقت سبحان الله من عند ربي يعطيك ربي الكوراج. انا من نوع تاع الناس اللي ما عندهاش ابدا 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 الكوراج، الشجاعه ما كاش. انا الطبيب كي يعطيني تشكاك كنت نرميها في الطريق ونقول دانا بلي درتها يعني تيما ما نحملش الالم. كاين اللي عنده الكوراج يتحمل عادي نورمال، لكن انا كي يدولي طبيبات تشكا كيفاهنوا اللي نتلوى، يعني يقولوا لي واش هاد الجياحه عليك. المهم انا عبد الله غالب، دونك سي بوغ سا كنت خايفه بزاف، لكن هذاك النهار يعني راني ندير لكم كوراج، يعني الا كان انسان كيما انايا ولد ونورمال، يعني نتوما كامل راح نجوز عليكم نورمال باذن الله. قلت لكم هذيك الصبحه وقرقت على الخمسه ولا سته الصباح، من بعد نطلع على السبعه. هذاك النهار ما ننساش ابدا، يعني اللي نحكيها له يبدا يضحك عليا. هذاك النهار كيفاش نط بواحد الاحساس غريب غريب غريب، شغل ما حيصرى لي والو، وراح نتلاقى مع بنتي اللي شحال انا نستنى فيها 9 شهور كاملين، نشوف في كرشي ونكاريسيها ونقولها اي بنتي، ومن بعد شويه نتلاقى ان شاء الله. ونط فرحانه، جبت شعري، درت لك خامل، يعني ما على باليش علاش درت داك الشيء، يعني شغل شتو واحد رايح للموت وحب حيس ويسيدي بصح لبس حوايج شابين، هكا كسر عليه سوا نط ونشوف في المرايه ونبتسم وندير فليك خام في وجهي في يدي في رجلي في ليلة، يعني درت كاع لي خام ستيكيت بيان، لبست وشديت ساكي ورحت، يعني حتى الفريزه تاعي والدوسي تاعي نسيتو في الطوموبيل. المهم مباراتك كان لازم نروح عند طبيبه، من بعد نروح للعياده. رحت عند طبيبه اولا باش تشوفني اخر فحص، كي شافتني صابت باللي البيبي عاود رجعت لمكانها، يعني كانت دارت ومن بعد عاود رجعت راسها راهو من تحت. قالت لي ياه، قالت لي عاود رجعت، قالت لي شوفي دوك نعاونك شويه وان شاء الله نحاولوا نولدوك ولاده طبيعيه. انا فرحت، من بعد يبدا ديلي في الديكولمو، بدا تدخل في يديها وتفتح في عنق الرحم، يعني واش نقول لكم، الحاجه الطبيعيه اللي دارها ربي مرحومه، ومن الحاجه الصناعيه اللي دارها الانسان ماشي مرحومه. الديكول مو هذاك كان بزاف صعيب، يعني قريب ضربتها برجلي تلمو تشوكيت مع هذاك الالم، تشوكيت تاع الصح، يعني تقولوا لي او ديكول مو سيريان بارابور للولاده، صح سيريان، لكن هذيك خطوه اولى كان شوك عظيم، شوك يعني كانت فاجعه بالنسبه لي. هذا ديكولمو اللي يقولوا عليه الناس ديكولمو، هذا دار فيا هكا سماه وشاهو جاي تما، ديت الخلعه الكبيره هذه كانت اكبر خلعه في الولاده كامله تيماجيني، باسكو ما استنيتهاش، ما كنتش عارفه بلي ديكولمو اسوبوا يوجع، وانا كان عندي يعني عندي عنق رحم سبيسيال بزاف 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 ضيق، فكان الالم فظيع يعني مقارنه بواحد اخرين قالوا لي ديكولمو كاع ما وجعناش. انا طلعت السماء وعاود تحبط، يعني رحمة ربي خرجت. المهم
تماك قالت لي خلاص دوكا، قالت لي دوك نبعثك للعياده باش يديروا لك الحقنه اللي تزيد السطر، يعني سانتو، يعني هذاك الحقنه تاع سيروم هذاك اللي يديروه باش يزيد لك السطر الوجع باش تقدري تولدي ويفتح عنق الرحم. انا هذا كانوا حكاو لي عليه بزاف، وحتى خوتي حكاو لي عليه بزاف باللي هذاك يقتل ويوجع بزاف. دونك قالت لي انا مع هذاك الخو والخلعه تاع الديكولمون والديكلونشمون راهو جاي، خلاص تم الحاله النفسيه تاعي تدهورت تدهورا عظيما تما خلاص. ويت ما نشوفش نشوف كلش كحل، وقفت يعني قدام الباب تاع الطبيبه وقاعده نبكي 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 بكاء تاع الاطفال، نبكي بصوت عالي وما نشوف حتى واحد. وقاعده رحت للعياده باسكو قريبه ليها، يعني رحت ابي نبكي نبكي والناس كاع تشوف فيا تقول شبيها هادية، وانا ما دخلنيش كاع في الناس غير نبكي نبكي. واش راهو جايني، واش يعني واش جوزت، واش راهو جايني مخلوعه وخايفه من هذاك الديكولمو. من بعد ديكلونشمون تاني، ومن بعد كي دخلت العياده زدت نسيت الملف تاعي في الطوموبيل، دونك قلت لاختي تجيبه لي، كانت قريبه من الدار. ما جات تحت الباس وتخرج، وانا قعدت شحال نستنى. من بعد قلت لها اجلي، قلت له اني دخلت العياده. من بعد هو كان في الطريق جاي وانا نبكي نبكي نبكي، والرجال قاع يشوفوا فيا مخلوا عين على بالهم عندي سطر وانا ما عندي حتى قطره تاع سطر، لكن كان الوجع تاع الديكولمو كان مازالو. شغل شغل خترتني، حسيت كاتاستروف. المهم ومن بعد يعني نقول لكم هكا، لاني انا شرحت لكم بلي انا الحقنه ما نحملهاش، يعني تقدروا تحسوا بيا شويه كيفاش حسيت للديكولمو هذاك. اما الناس اللي عندهم كوراج بالك الديكولمو ما يوجعهمش كما انا، وزيد انا عندي عنق رحم بزاف ضيق. من بعد جات تطلعني هكا قالت لي عطيني لادغاس باش تكتب، ما هي تقول عطيني لادغاس وانا نبكي ما نبغيش كاع واش تهدر. بعد اختي اللي عطاتها العنوان تاعي، ومن بعد تيك طلعوني بالفريزه تاعي، طلعت معايا اختي. ومن بعد قابلتني، شوفوا سبحان ربي كي يرحم الانسان ويبعث له ناس يخففوا عليه. يعني لازم تدعو بزاف بزاف من قبل ما تكونوا اونسانت يعني بالحمل، وانتم تدعوا باش ربي يسهلكم كل الخطوات. قابلتني واحد المراه ربي ان شاء الله يرزقها بالجنه، مراه كبيره يعني قريب عجوزه، حملت عليا وتكاغيسي فيا تقول لي او ميميسا بيبيشا واش راكي علاش كي تبكي ما كان والو واش بيك وهكا واش عندك حنا. قلت لك يعني قاعده تضحك فيا، قالت لي واش بيك عندك سطر ولا كي خايفه، قلت لها اني خايفه. قعدت تكاغيسي فيا وتهدأ فيا حتى بديت نضحك، يعني بالك لو كان ماشي هي لو كان صرا فيا العجب المعجب ما خليهمش كاع يولدوني. المهم انا قلت لكم لا غالب انا ما عنديش كوراج، غير نحكي لكم كيفاش جات الولاده تاعي باش نتوما ديروا كوراج بيا باسكو انا ما عنديش كوراج. دونك من بعد داتني الغرفه بدلت ولبست لي داك المئزر، واختي رتبت لي الملابس تاعي. من بعد داتني الغرفه هذيك وين كاين هاد الاجهزه هكايا، وهذاك الكرسي الصغير هذاك حطتني فيه، دارت لي تخطيط تاع القلب، صابت قلبها لاباس يعني. ومن بعد هاتيك قالت لي باش ندير لك هذاك الديكلونشمون. بعد هي شافت البطن تاعي قالت لي واش قالت لك طبيبه، قلت لها بالك نولد نورمال. بعد شفتها في وجهها دارت جست تاع او كيفاه، شغل جاتها بيزار باسكو بنتي كانت طالعه بزاف، طالعه يعني كي تشوف وحده اونسا تحت ولد تصيب كرشها حابطه لتحت، يعني البيبي وين جاي راسو حابطه لتحت، انا كانت طالعه بزاف. المهم بعد عاودت رجعتني للغرفه تاعي، يعني الحمد لله ربي يعطيها ما تمنى ما خلاتنيش هذيك الغرفه اللي تخلع تاع الاجهزه. عاودت رجعتني للغرفه تاعي ودارت لي تماك السانتو، جابته لي دارت لي سانتو تما هذيك السيروم اللي يدير الوجع. من بعد تيك انا كي شفتها هكاك جونتي وحنينه بروفيتيت، قلت لها لا ندوموندي لك اون فافور تاع اي شيء. قالت لي شنو، قلت لها لا معليش نعيط لراجلي يجي يقعد معايا باسكو هو اللي يدير لي كوراج. قالت لي وي ما كاش مشكل معاه، ما كانت حتى وحده في الغرفه تما كانت فارغه الغرفه فيها زوج. عيط له جا قعد معايا، يعني تونست به شويه، وكان تماك كان بدا يجي يلحق بلا عقل الوجع هذاك، ما كانش ماشي حاجه، وانا ما كانش عندي الوجع، لكن الخوف يعني كان اكثر من الوجع. يعني نقول لكم صح، الخوف اللي جوزته في الولاده كان اكثر من كاع الولاده اللي جوزتها كاع، بالك الخوف هذاك كان اكثر من الوجع تاع الولاده القيصريه. علاش نقول لكم هذا الشيء باش ما تخافوش، باسكو فريمون دوكا كنت تعاود بيا الحاله ما نخافش كيما خفت هذاك الشيء، نروح عادي نجوز الالم تاع الولاده القيصريه ويجوز عليا، لكن هذاك الخوف والاحساس وقلبي كيفاه وجعني، يعني ما نتمنى لحتى وحده. يعني سوفريت سوفرونس
عانيت معاناة عظيمة على جال فقط الخوف. أنا نقول لكم يا بنات ما تخافوش، ما هيش حاجة لانتحار، ما هيش حاجة لتقتلك، راهي حاجة تؤلم فقط، تؤلم تؤلم فقط. أنا خفت من الألم أكثر من الألم بحد ذاته، وهذاك الخوف أثر في نفسيتي بزاف وتعبني ووجعني، وجعني هذاك الخوف وجع لي قلبي. دونك من بعد جا راجلي وقعد معايا شوية، من بعد كي جات تزيد تسمع البيبي ما سمعاتوش على جال الحس برا، دونك قالت لي يوم جيت عادي تولي هذيك الغرفه الصغيره، ومن بعد راجلي حبط وانا وليت لتماك، وبدا هذاك الالم تاع السنت وهذاك. ومن بعد كانت اشاك فوا انا الحاجه اللي جيناتني وليت تجيني كامل لي مامون اللي حيولدوا هو التوشيك، اشاك فوا يجوا يتوشيوك ويشوفوا عنق رحم شحال راه مفتوح. هذاك الشيء كان فريمون مزعج، تحس روحك شغل كي الدجاجه، حتى وليت نقول لهم خلاص ما تشوفوش. هذا وين جات شافت، خاطش مره كانت تجي الطبيبه تاعي ومره كانت تجي هذيك القابله العجوزه. دونك مره على مره يداولوا. من بعد كي جات شافتني طبيبه قالت لي شوفي خليك هكا ساعه ونعاود نولي لك، الا تفتحتي الا بديتي تتفتحي يعني صحه، الا ما بديتيش تتفتحي نجوزك نشوف الا نجوزك ولاده قيصريه. كي شفت هكاك القابله اشاك فوا جيت تمس ما كان والو بنات، ما تحليت والو، نقولكم والو، شتو اندوا ميم با اندوا. ملي بديت الشهر التاسع يقولوا لي اندوا بعيد وكاع هذاك الشيء والمشيه وكلش، مازال اندوا بعيد. وبالديكولمون اللي درته لي قعدت معاه شحال ويا دير لي في الديكولمون، كيف كيف قعد اندوا بعيد وبهذاك السنتو وقعد اندوا بعيد، يعني ميم با اندوا، ما حبيتش كاع نتحل. كي شفت هذيك القابله هكاك ما حبتش مسكينه، خلاتني ما حبش تخليني نتعذب في باطل، وداك السطر يجي كل خمس دقائق ويروح كل خمس دقائق ويروح. ما حبش تخليني نتعذب، واش دارت نقصت لهذاك السانتو على بالها باسكو شافتني بلي رايحه سيزاريان، نقصت له وخلاتني يعني نتعذب شويه برك. هذاك السانتو يعني ما وجعنيش بزاف كما كانوا يحكوا لي، بالك باسكو نقصت له وبالك باسكو انا ما بديتش نتحل، ما على باليش علاش، لكن انا ما حبيتش كاع نتحل. كيما كانوا يقولوا لي كي تلحقي تخوازيام دوا يبدا السطر، انا ما لحقتش كاع لاني يعني غير في البرومي دوا. من بعد بصح جينيت بزاف يعني كان يجي السطر بزاف ويروح. وهذيك الدقيقه ننصحكم ادعو ليكم ودعو لكامل الناس، لانه الدعاء الدعاء مستجاب، وخاصه في الولاده كي تولدي. انا تما اللي راحت لي فهمت كيفاش نسيتها، يعني قدر الله ما شاء فعل، نسيت الدعاء عند الولاده. كي تجي تولدي ادعي الدعوه مستجابه لتماك، ما تخميش كاع باذن الله الدعاء مستجابه. دونك ادعي كيما وحده تقول الاخت يعني مرت لوسها دعات هذيك الدقيقه كي كانت حتولد، دعات ربي يرزقها بدار مباشره بعد الولاده، ربي يرزقها بدار سبحان الله، من حيث لا تحتسب ما عندها دراهم ما والو، ربي يرزقها بدار. المهم من بعدها جات قالت لي نعطيك تدخلي تروحي ديري ولاده قيصريه. انا تما بديت نبكي، ومن بعد عطات لي هذاك الساشي ترونسبارون تلبسيه فوق راسك. انا قلت لها هذا علاه، قلت لها كاين رجال فوق، هذا الشيء اللي اثر فيا، ما نحبش انا الرجال يشوفوك، انا هكا طول حياتي هكا، لكن كان اوبليجي يعني انا خيرت العياده باش ما يولدونيش رجال، عشيت كاين رجال هما اللي يديروا الانستيزي الحقنه تاع التخدير. من بعد قالت لي لا ما لازمش تطلعي بخمارك باسكو الفوقا كلش ستيريليزي معقم، دونك ما لازمش ديري خمارك. قلت لها كيف ترونسبارون؟ قالت لي لا غالب هذا لازم. قالت لي راكي في ضروره لازم. ما عرفناش درت ديك الخيمه وطلعت نبكي ميته بالخلعه. علاه كنت نبكي تاني؟ على جال الخلعه ماشي على جال سيزاريان، على جال الحقنه تاع الدهر، هذيك الانستيزي التخدير تاع الدهر. قريت عليه في فيسبوك انه قالوا بلي شغل تشكه تاع الحمار حاشاكم، قالوا تشكه كبيره وتعوق وتوجع المهم يعني حرام عليهم اللي خوفوني كاع هكايا. ورحت ميته بالخلعه على جال هذيك الحقنه اللي على بالي بلي تعوقك وتوجعك وتقتلك، شغل عن بالي السيف حيدخل هكا، دايره في بالي عن بالي السيف حيدخل فيك. من بعد كي دخلت لقيت رجال يعني الغرفه كامل خضراء، شتو خضراء خضراء، شغل كيما تاع لي فيلم سوا سوا، الارضيه خضراء والماتيريال بون ماتيريال بيض، لكن الحيوط خضوره، هما الطابليات خضوره، يعني خلعوني كي شدك المنظر تخلعت زدت خفت كتر. وهو ما كان يعني داك الخوف كاع في بعض البنات، ما تخافوش هذاك الخوف هو اللي يقضي عليكم يكمل عليكم. من بعد لقيت تماك رجال، كانوا رجال عباكم رجال ما عندهمش حنا كيما نسا، وسلقيت راجل كبير. ومن بعد شغل هذاك اللي يخدم بابا شغل باطوا يجري في خدمته، ومن بعد قال يطلع هنايا ديري هكا ديري هكا، وانا نبكي ونترعد، انا كنبكي كنت نترعد ما قدرش يشدني نترعد. ومن بعد قال لي اش بيكي تبكي؟
قلت له اني خايفه، قال لي ما تخافيش، ما كان والو ما كان والو. ومن بعد تيك قعد ما على باليش للان، ما عرفتش واش كان يدير لي. من قوه اللي ما كنتش نكونسونطري ونركز على واش هو يدير، كنت نركز غير على ديك الحقنه والخوف من الحقنه. كان مش عارفه واش يدير لي، يسقمني في المئزر وهنايا نستر فيه روحي من اللور، باسكو كان واحد اخر راجل مرايا هو اللي يدير الحقنه. انا نسقم في الطابليه من اللور، هو ينحي لي فيها ويحبط لي في يدي، ونعاود نرجع ويحبط لي في يدي. وبعد الشغل اوتوماتيك موب الله غالب. وبعد تيك قال لي شوفي مدام بلاكي تزغدي، انا خلاص كمل عليا وراني عارفه بلي ما نزوش نزغد سينو نتعوق بعيد الشر. انا كاين اللي صار لهم شلل لو كان يغلطوا في العمود الفقري، دونك قال لي بلاكي تغلطي وراني عارفه بلي ما نزوش نغلط. ومع ذاك الخوف شديت روحي، يعني شديت روحي، هو شدني ليه كامل، حبط لي راسي هكا وشدني وعنقني مليح زعما باش ما نزغدش. انا خلاص قلت سير مو راح يدخلوا فيا الموس او شدني هكا باش ما نزغدش. بقى قلت معليش خلي، معليش الجوز الجوز خليها معليش، ويسنا في ديك الحقنه تدخل. واش نلقى يا بنات؟ واش نلقى؟ تيك تيك تيك. تيماجينيو هذا هو الخوف اللي خفتو كاع على جال هاد على جال هاد الخرطي هذا تاع تيك تيك. شتو شوفوا دوكا كيما راكم ديروا هاك بتفركم بتفركم، ديروا هاك الضغطو، ما تضغطوش ما تضغطوش، غير هاك هاك وهاك. والله العظيم هذه هي، شوفوا هاك هاك وهاك بوان فينال. تما عباكم شحال سبيت هذوك تاع الفيسبوك اللي خوفوني، ما غاديش نحكيكم. بعد خلاص الحمد لله ريحت، ما كنت خايفه من هذوك القيصريه باسكو قالوا لي ما تحسيش. من بعد تكي كي استلقيت وقالوا لي طلعي رجلك، ما قدرتش نطلعها، بداو يخدموا غطاو لي هذاك بالخضر هكا باش ما نشوفش راهم يديروا، وحطوا لي يدي هكا يعني بسرعه، يعني شويه خوفوني كي كانوا يجروا هكاك. وتشوفي دوك الالات سبحان الله كيما 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 الافلام سوسو، يجيبوا فوق هذاك الدور الكبير يعني تحس روحك راح يذبحوك. من بعد كي بداو يخدموا مليح تكوني اجان باش ما تجينيش بزاف، خاطرش الا كنتي كليتي راح يجيك لقيه حاشاكم. كانوا كي كانوا يعجنوا يعجنوا هذا الشيء يديرونجيك، لكن باش يقول لك يوجع ما يوجعش، لكن يجينيك يعني يزعجك. من بعد واش صرا؟ انا هنا اللي عرفت بلي كان لازم ولاده قيصريه ماشي طبيبه اللي حبت تديري دراهمي. قد ما سياو يخرجوها ما حبش تخرج، وجا الراجل يعني راجل منا وطبيبه تاعي منا يخدموا في الكرش، وراجل فوقي يطبع من صدري هكا من تحت صدري يطبع فيها. ومن بعد بانيكا وما حبش تخرج لهم، قعدوا يعيطوا على بعضهم، هي تقول له طبع طبع ويقول هاني نطبع ما بيشاش ما حبش تخرج هاني نطبع، ويجروا هكايا. ومن بعد تيك حبسوا كلش، ومن بعد تيك عاودت زادت فتحت كتر كتر من اللي لازم تفتح كرشي. ومن بعد قالت له هيا غوبخون. ومن بعد تيك قاعد يطبع يطبع يطبع، تقول له طبع سيد، ويقول هاني نطبع ما حبش تخرج. انا تماك خلاص عينيا خرجوا، هو يعجن فيا هكا وهي تعجن فيا، وزدت خفت على البيبي. المهم تماك صح يعني خرجوا. ومن بعد تيك الحمد لله خرجتها وسمعت تيك واع واع واع، يعني ربي ان شاء الله ما يحرم حتى وحده من هذا البكاء هذا اللي تسمعوه، باسكو فريمون حاجه سبيسيال كي تشوفيها تقولي هادي كان داخل كرشي، هادي هكا كومبلي بيبي كومبلي كان داخل كرشي سبحان الله. لازم تشوفيها مليح مليح باش ما يغلطوش فيك يبدلوها لك، ولا كيما اختي جاب لها بيبي واحد اخر ما عرفاتوش غير على جال الحوايج اللي عرفاتو الحمد لله اللي عرفاتو. هذه فلاكي يعني كيما في السبيطار ما حكيلكش يعني. من بعد اداوني الغرفه، ومن بعد كان وقت الزياره جاو شافوني اهلي وانا مازالني بلا انستيزي هكاك، مازال ما فطنش الالم. ومن بعد كي بدا يفطن الالم هنا تبدا الولاده تاعك، يعني الولاده القيصريه هنا تبدا. ما حش نقول لك ما يوجعش، ما حش نقول لك ما تخافيش، هنا الالم كاين يوجع، يجي يديروا لك واحد السيروم هكا وقيل باراسيتامول في قرعه تاع زجاج، لازم تشوفي بلي الام قاعلقين لك قرعه تاع زجاج. هذيك يديروها لك تنقص لك شويه سطر. من بعد شوفي كيما جات واحد الطبيبه نصائح نعطيهم لك لهنايا، جات واحد طبيبه الحمد لله قالت لنا، يعني ماشي ما كانش طبيبه تاعنا، لكن جات علينا زهر وقالت لنا الحمد لله، قالت لنا شربوا بزاف الماء، قد ما تشربوا الماء قد ما تنحوا لانستيزي من العظم، ولانستيزي هي اللي توجع، قالت لنا قد ما تروح لانستيزي قد ما الصدر يروح لكم. دونك شربوا الماء، وثاني ما تنساوش النهار الاول يكونوا رابطينكم تويو بفتحه الشرج، دونك انت ما تحسيش كي تكوني تفرغي وما تنوضيش، لكن في اليوم الثاني راح ينحوه لك وراح تضطري تنوضي. دونك دو بريفيرونس تشرب الماء من قبل. وثاني وشنو ثاني وش راح نقول لكم؟
لازم نجري باسكو ديجا عندنا غير 20 دقيقة. في الليل، في الليل انا كي نقص شوية سطر بديت لقيت بوزيسيون كيفاش بديت نحرك رجلي، لان قد ما تحركي قد ما الغازات يخرجوا، الغازات كي يخرجوا تريحي، لكن الغازات كي يقعدوا الداخل يقعد الوجع الداخل. دونك بديت نحرك رجلي هكا طول الليل، وانا نحرك رجلي الي روتور الي روتور، بعد نريح وبعد نزيد نحرك رجلي، نحركهم نحركهم على مليح يعني نطلع ونحبط غدوهم داك الصباح بداو الغازات يخرجوا الحمد لله. انا نقول لك في الصباح كي يجوا يمشوك دو بريفيرونس تدي معاك رواحه، لانه هذاك المشي اصعب حاجه، تحسي حاجه تجبدك لتحت هكذايا. دونك انت انا كنت في نوفمبر، في لافان نوفمبر يعني كان البرد، لكن كل ما شي هذيك الرواحه ما نمشي لهمش ابدا نمشي. دونك انا ما قدرتش نتنفس، نتنفس هكا ما كانش الاكسجين يدخل، هذيك اللي كانت الرواحه هي اللي ساعدتني باش نقدر نمشي. دونك الحمد لله ديتها معايا، انت اديها معاك. ثاني في الماكله ما تاكليش نيمبورت كوا، كلي غير الحساء، كلي غير السوائل باش ما تضطريش تدخلي للحمام، و سورتو الا كنتي امساك ولا يعني كارثه. حاجه واحده اخرى الرقدي، وما تستعملش بزاف الهاتف لانه هذوك الاشعه يضروك يضروا البيبي. وثاني لازم تريحي قدر المستطاع، وثاني حاولي ترضعي البيبي، هو من المفروض يقول لك نص ساعه بعد الولاده ترضعي البيبي، لكن اذا ما قدرتيش بسبب الولاده القيصريه غير تقدري تنوضي شويه قولهم يجيبوا لك ترضعيها ولا ترضعيه، لانه هذا مهم جدا باش يخرج لك الحليب باش تحافظي عليه. راح نديروا فيديو مخصص للرضاعه، مهم جدا لازم تعرفوه، يعاونكم في الرضاعه. فوالا الفيديو كان تاع اليوم والنصائح تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وربي يسهل عليكم وربي يطلعكم بخير ان شاء الله. ونقول لكم ما تخافوش، والله العظيم الخوف اللي خفتو ما يسوى هذاك الالم اللي تالمتو. دونك فوالا الفيديو ان شاء الله تكون عجبتكم، تلاقوا فيكم تلاقوا مره جايه ان شاء الله. سلام.